السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى مع بعض حاجة جميلة جدا بالفلفل ده، او اي نوع فلفل عندك، بس الاحسن يكون الفلفل الرومي. هنعمل بيها بقى وصفة جميلة جدا بإذن الله هتعجبكم جدا وتجربوها. بس لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وتفعيل الجرس. يلا بينا بقى مع بعض نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اول حاجة عندي الفلفل، انا غسلته بقى معايا بالشكل ده اهو. بعد ما بغسله بقى بعمل ايه؟ بمسك دي كده اهو، بمسكها من هنا اشيل الجزء ده اهو كده بالطريقة دي كده، وبعد كده بروح ماسكاها اقسمها بالنص. بصوا طريقة سهلة جدا وبسيطة. بعد ما بقسمها بالنص بقى هكمل بس ايه واحدتين كمان واوريكم اهي كده. الوصفة دي جميلة جدا. ودلوقتي بقى بعد ما خلاص خلصت كله بقى معايا بالشكل ده، هبدأ بقى اعمل ايه؟ همسك الجزء اللي هنا ده اهو كده، وهروح ماسكه شايلة الحتة اللي بتبقى موجودة هنا دي، وكمان الحتة دي كده، ودي اهو، بس كده مش هعمل فيه حاجة تانية اكتر من كده. كله بقى هشيل منه الجزء ده عشان بس ما حدش يفكر ان انا هحشيه حاجة. لا انا مش هحشيه، انا هسيبه زي ما هو كده. هشيل بس الجزء الابيض اللي فيه ده اهو كده، واشيل دي كده برضو، ومش هحشيه اي حاجة يا جماعة، هسيبه زي ما هو كده. هخلص بقى واقول لكم تاني هنعمل فيه ايه بعد ما عملناه كده. بعد ما نضفته معايا وبقى بالشكل ده، هبدأ بقى اعمل ايه؟ هجيب رشة كويسة. بجيب بقى رشة كويسة من ايه؟ من الملح كده، بسم الله، وادعكه كويس جدا بالملح اهو، شايفين كده ازاي؟ هخليه بس ايه اقلبه كويس جدا كده بالملح، ويكون كله شارب معايا ايه اخد من الملح ده. ممكن كمان تسيبيه في ميه بملح مفيش مشكله، بس انا عشان مستعجله هوريكي دلوقتي اعمل فيه ايه. ودلوقتي كده بجيب عندي صاج، وبمسك كل الفلفل اللي عندي بالشكل ده بحطه على وشه مش على ظهره اهو، شايفين كده في الناحية او في الاتجاه اللي احنا عملناه بيه، يكون على وشه مش على ظهره عشان تبقوا عارفين. ودلوقتي بقى كده بعد ما رصيته كله في الصاج بقى عندي بالشكل ده، هبدأ بقى ان انا احطه في الفرن. بحطه على درجة حرارة متوسطة، يعني ممكن على درجة حرارة 180، واسيبه بقى مع نفسه لحد ايه؟ لحد ما هوريكم المرحلة اللي انا عايزاه يكون بيها ايه، وهنعمل فيها ايه تاني، لان هو كده ايه لسه مخلصش. دلوقتي بقى بعد ما حطيته في الفرن وطلع معايا بقى بالشكل ده، هبدأ بقى اعمل فيه ايه؟ بصوا بقى اعمل ازاي. المكان اللي كان ضغط عليه في الفرن، في الصينية اقصد، بقى عامل كده. هنبدأ بقى دلوقتي نعمل ايه؟ هنمسكه كله طبعا، اهو كده تمسكيه بقى. بصي بصي عندك بقى عامل ازاي كده، هوريكي بس في واحدة تانية تكون ايه واضحة اكتر من كده اهي. مثلا بصي بقت عاملة زي القشرة كده، هتروحي انت عاملة ايه بقى؟ هتمسكيها بقى كده من هنا بالشكل ده، وتروحي فتحيها. بصوا بقى يا جماعة لما بتيجي تفتحيها بتعمليها ازاي اهي كده، وتروحي مقشراها معاكي. لو انت مش حابه تقشريها مفيش مشكله، بس بصي لما بتقشريها بصي كده القشره شكلها عامل ازاي. دي طبعا لما بتيجي تحطي. ودلوقتي بصوا بعد ما بنقشرها بتبقى معانا بالشكل ده كده. بصي بقى لو انت مش حابه تشيليها مفيش مشكله يا جماعه، اللي مش حابب يشيلها عادي، بس اهي بصوا كده اهي بتتشال معايا ازاي. لو انت بقى مش حابة تحطيها مثلا في الفرن وحابة، بص بصوا القشر بتاعها عامل شبه قشر الفلفل، عارفين شبه قشر الطماطم، عارفين قشر الطماطم لما بتسلقوها هو القشر بتاعها عامل كده. لما بتيجي تحطيه بقى في الاكل بيبقى طعمه وحش جدا.
ودلوقتي بقى خلاص انا بعد ما خلصته هبدأ بقى امسك كده كله فوق بعضه كده بالشكل ده اهو، اهي دي كانت لسه. طبعا اللي تكون لسه يا جماعه برضو يعني دي حريه شخصيه، لو انتوا حابين تحطوا له اوكي، مش حابين برضو براحتكم مفيش مشكله، محدش هي يعني محدش هيجبرك على حاجه، انت براحتك، حابه تشيلي القشره شيليها، مش حابه تشيليها سيبيها، مش هتفرق. بصي هنعمل ايه بقى بعد كده، هنجيب دي كده اهو، اهو بصوا هنجيبهم بقى كده كلهم فوق بعض ونروح ماسكينهم بالسكينه مقطعينهم شرايح طويله كده اهي، بالطول بقى بالعرض مش هتفرق، لو هو بس قصير لو هو بس طويل ولا ايه هتقصريه شويه يبقى معاكي بالشكل ده اهو، بيبقى على شكل شرايط كده. انت بقى تروحي عامله ايه، جايبه برطمان بالشكل ده وتروحي ماسكاه حاطه فيه كل المخلل كل الفلفل اهو، كل الكميه اللي انت عملتيها انت طبعا براحتك، حابه تزودي اوكي، حابه تقللي مفيش مشكله. هجيب عندي بقى يا جماعه فص توم كده، وهبدا اعمل ايه بقى في فص التوم ده، همسكه كده اهو شايفين ازاي قسمته كده بالنص، وبعد كده هروح عاملاه كده اربع. ليه بقى؟ عشان ريحته تيجي في البرطمان كامل. طبعا مش هحط له ملح لان انا حطيت كميه ملح كافيه اثناء الشوي. هبدا بقى احطهم كده ارص فوقيها اهي بالشكل ده. بعد كده بعمل ايه تاني، بجيب رشه من الخل او معلقه من الخل كده عليها اهي، وبعد ما حطيت معلقه الخل، بصوا بس اشيل شويه دول كده، بعد ما حطيت معلقه الخل بحط عندي زيت، بحطه كده في الزيت بسم الله اهو، حوالي معلقتين زيت، وهكمل ما بين الخل والزيت اهو. طبعا الخل اللي هتحطيه ما يكونش مركز اهو، بقى عامل معايا بصوا شكله بقى عامل ازاي بقى اهو كده. هقولك بقى دلوقتي هتعملي ايه تاني. وطبعا دلوقتي بعد ما خلاص غطيته كله بالخل والزيت وبقى بالشكل ده، همسك بقى الغطا كده بسم الله واروح قلباه اهو، بقلبه على الناحية دي كده، بس قبل ما اقلبه باخده برجه كويس جدا اهو كده اهو كده، خلي بقى الخل يختلط بالزيت وبالثوم وكله يكون معايا بالشكل ده كده اهو، وبعد كده بروح قلبه على الناحية دي كده اهو كده، وبيتعمل عندي بيبقى مقلوب ايه، بيبقى مقلوب عشان احفظه بس مش اكتر. لو انت هتاكليه على طول مش شرط انك تقلبيه، دي حرية شخصية. طبعا اهم حاجة ان انت بتكوني متبلاه كويس جدا، حطله الملح بتاعه بس ما تحطيش كتير، لان كده كده الخل بيعمل طعم جامد جدا. كمان عشان تيجي تاكليه بصوا بتسيبيه طبعا شوية فترة، يعني ممكن يقعد عندك يومين ولا حاجة، 3 ايام ممكن اسبوع حتى بره التلاجة ما بيحصلوش اي حاجة، بتيجي بقى تطلعيه اهو بيبقى بالشكل ده كده اهو، شايفين بقى عامل ازاي. انت بقى براحتك، حابة تحطي له ممكن كمان نحط له احنا فلفل اسمر، نحطه له حصى بيبقى جميل جدا فيه. بصوا بقى ممكن تحطيه كده وقت ما تيجي تاكلي في اي وقت، ما عندكيش مثلا حاجة مش مجهزة غدا النهاردة، تروحي مطلعة مثلا ايه جبنات وبيض وبتاع وتروحي مطلعة هو جنبهم، بيقعد وقت طويل جدا، مع انك لو سبتي لو عملتي مثلا فلفل مقلي وسبتيه شوية هتلاقي طعمه بقى مش حلو، لكن ده انت عاملة له مادة حافظة حفظتيه بيها بيبقى طعمه جميل جدا، والثوم طبعا بيديله طعم وريحة بصوا ما اقولكوش بصراحة. وما بتيجي بقى تاكليه بتطلعيه طبعا كده بتاكليه باي حاجه زي ما قلت لك، تحطيه جنب الاكل كده بيبقى طعمه جميل جدا اهو، طعمه بصراحه حلو قوي يا رب بقى يعجبكم، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه. بس لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لك بس لو انت هتسيبيه شويه وتركنيه هتعملي ايه بقى، لان هو مش مملح بالكميه الكافيه، فانت هتحطي له رشه كده كويسه من الملح اهي كده، ورشه كمان من الفلفل الاسمر. الفلفل يا جماعه الحصى مش الفلفل العادي اهو،
بتحطيه برضو معاه، بيبقى معاكي بالشكل ده كده، وطبعا بتغطيه وبتسيبيه. بس اهم حاجة ما تنسوش ان انتوا تقلبوا بس الديك ده كويس اهو، وبتغطيه بقى وبتسيبيه. بيديكي طبعا نكهة جميلة جدا، التوم مع الفلفل الاسمر مع باقي المكونات دي بيديكي نكهة جميلة جدا. ويا رب بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.